تعالوا نبدأ رحلة جديدة باسم Digital Document Control، واللي هتناقش الـ Document Control بشكل مختلف شوية. هنتعرف مع بعض ازاي ممكن يكون شكل السوفت وير اللي بيمانج الـ Document Control. انا اسلام يسري، System Developer في شركة Sectors Construction، ويلا بينا. السوفت وير اللي هيكون معانا في رحلتنا اسمه اوتو دوكمنت. عندنا نوعين من المستخدمين اللي ليهم انبوت على الابليكيشن، ادمنستريتور واوبريتور. الادمنستريتور بيكون مسؤول عن السيت اب داتا بتاعه السوفت وير، واللي بتمهد الطريق للاوبريتور انه يشتغل على الديجيتال دوكيمنتس المتاحه على اوتو دوكمنت. قبل ما نبدا في التطبيق العملي، محتاجين نعرف ايه هي السيت اب داتا. السيت اب داتا نوعين، جنرال سيت اب والبروجكت سيت اب، والهدف منهم بشكل عام هو اننا بنزود الابليكيشن ببيانات تساعد الاوبريتورز اثناء التعامل مع الديجيتال دوكيمنتس على النحو التالي. رقم واحد، التكويد التلقائي للدوكيمنتس. 2، تقليل نسبة الخطأ والسهو. 3، تسهيل طريقة الاستخدام. الكلام النظري ده هيبان اكتر في الفيديوهات الجاية اثناء رحلتنا مع الديجيتال دوكيمنت كنترول. دمتم طيبين واشوفكم في المحطة الجاية. سلام.